بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. حبيباتي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة وعافية يا رب. حبيباتي ما تغوتوا عليا بشويه، فاش حطيت لكم هذاك الفيديو ما حطيت لكمش العناوين البنات سميتو. المهم حبيباتي، دابا هذا الفيديو هذا جايه غنحط لكم بعض العناوين في فرنسا، وغادي نوري لكم بحالاش تقدروا تدخلوا لبعض المجازا بحال هادو في بلجيكا. البنات ديال اسبانيا، ديال ايطاليا، ديال هولندا حتى هي، جبت لكم واحد العنوان في من جوجل. بعض الدول الاخرى، اسبانيا، ايطاليا، المانيا، وداكشي غادي تترجموا الكلمه للالمانيه الاسم، وغادي تمشوا تحطوه في جوجل، وغادي تطابوا المدينه، كل مدينه، وغادي تشوفوا واش كاينه فيها هاد المغازا ياك. وراه غادي نعطيكم واحد المعلومه، سمعوا يا البنات، كل شيء هاد لي مغازا ماشي بحال في التعامل ديالها مع الزبناء ديالها. كاينه اللي خاصك تقدمي لها الاوراق ديالك، كاينه اللي خاصك تسجلي فيها وتقدمي الاوراق ديالك، اثباتات يعني على انك ساكنه في مواطن، يعني كتسكني في فرنسا او عندك. راه غادي تشرح لكم صديقتي، حتى الناس اللي ما عندهمش الاوراق غادي تشرح لكم في الفيديو. وكاينه اللي غادي مثلا ما كتبيعش كلشي الناس، كاينه اللي كتبيع لكلشي الناس، وكاينه اللي ما كتبيعش لكلشي الناس. يعني هنا انت غادي تدخلي وغادي تسولي، وغادي ماشي مشكله الا دخلتي قلبتي ولقيتي هذه ماشي هذه، كتمشي تقلبي على الاخرى وتقلبي على الاخرى حتى تلقاي المغازه اللي غادي تبيع لك ياك. فهمتوني يا البنات؟ يعني راه ماشي كلشي القانون ديال واحد المغازا كيمشي عليهم كاملات او على الناس كاملين او هذا وهذا. يعني كاين اللي المرأة خدامة والراجل خدام والدخل ديالهم مزيان، ويقدروا حتى هما يتقداو في بعض المغازا من هاد المغازات. وكاينه اللي كيكون واحد عاطل عن العمل هو اللي غادي يمشي يتقدى في هذيك المغازا، او كاين الناس اللي ما عندهمش الله يحسن العون، المرأة كاينه في الدار ما خداماش ومقابله الوليدات، الراجل مطلقها وهذا عندها الحق في هاد المغازا، عندهم الوليدات بزاف الله يحفظهم لهم، وعندهم فواتير وعندهم مثلا كريديات وعندهم هذا، عندهم الحق. يعني كل واحد وظروفه، والمغازا كتعامل مع كل مغازا وكيفاش القانون ديالها دايره. اولا شنو هما هاد لي مغازا هادو، او شنو هما هاد الاسواق هادو؟ هاد الاسواق هادو راه كما قلت شرحت لكم في الفيديو السابق، في اوروبا كامله مثلا المغازات الكبار او الاسواق الكبرى في اوروبا كتجيب سلعه كتبيعها ياك. كاين بعض السلعه كتبقى عندها يعني ما كتمشلهاش مزيان، كاين بعض السلعه اللي كتكون مثلا واحد 100 كرتون مضروبه في القنت ديالها هكا معوجه شويه، او التيكيت ديال القراعي محيده، او التيكيت ما باينش شي حاجه فيها واحد السميه. هنا هاد المغازات ما كيبغوش يبيعوا هذيك السلعه هكاك، علاش؟ لانه داك الداها غادي يرجعها ويخافوا هما، واخا يمكن كاين الناس ما غترجع، ولكن هما ما بغاوش يدخلوا في هذيك يعني هاد البروسيدور ياك. المهم اش كيديروا؟ كيشدوا هذيك السلعه، كانوا كيهزوها وكيدوها وكيدوها لواحد البلاصه فين تحرق، لواحد البلاصه فين تتلاح. الدوله هاد الاماكن هادو واخا هما كيخلصوا الضرائب وكلشي، ولكن هذاك الشيء لقاوه الدوله يعني كيدير لها خاص يعني خسائر ماديه. قالوا شنو هو؟ بالعود استفادوا منه. اش كيديروا؟ هذيك المغازه كتقدم هذيك السلعه لواحد، كتديكلاريها هذه الدوله، كتنقص لهذيك المغازه لهذاك السوق الضريبه ديالو، يعني كتنقص لواحد النسبه ديال الضريبه دي ما يخلصهاش، وهذيك السلعه كتريكلاما الجمعيات اسواق دايرينها جمعيات، كاينه جمعيات اسلاميه، كاينه مسيحيه، كاينه انسانيه، كاينه يعني جمعيات الكل، وكتفرق لهذوك الجمعيات بالمجان. هذوك الجمعيات كيجيو كاينين الناس متطوعه كتجي تهز هذيك السلعه كتديها لهذوك، وكاين الناس كتخدم في هذوك المغازات متطوعه، وكاين اللي كيتخلص، وكاين الناس اللي كتخلص بالسلعه، يعني تجي تخدمي ساعه ساعتين وكتخلصي بهذيك السلعه تما، وكتدي واحد، كاين واحد سميتو واحد، وحتى نتوما تي السيدات الكازات تقدروا تقلبوا على هاد المغازات تخدموا فيهم ساعه ساعتين، يعني انت تختاري الساعه اللي بغيتي تخدمي فيها، وكتخلصك مثلا العود كتبيع هي الزبده نقولوا بنص كيلو باورو او جوج كيلو باورو على حسب التاريخ ديالها، غادي تعطيك انت 4 كيلو اللي خدامه تما، يعني 4 كيلو بالمجان، وهزي وهزي ماشي بالمجان، بداك الخدمه ديال يدك. نرجعوا هنايا، هاد المغازه هادو هي كاريه
لانها جمعيات، يعني جمعيات اسلاميه او جمعيات مسيحيه او جمعيات، المهم مهما كان، حتى هذوك ديال الاسلاميات راه كيبيعوا كل المواد، يعني المواد للمسيحيين وللاسلاميين، مواد يعني فيها اللحم الحلال وفيها اللحم ماشي حلال، وفيها يعني كل شيء موجود في في الاسواق بجوجهم، يعني تلقايه هنايا عند هادو تلقايه عند هادو. هاد الاسواق هادو اللي كيبيعوا هاد الاشياء برخيصه، الدوله كتساعدهم لانهم جمعيات ما كيخلصوش الضرائب، لانهم كيساعدونها في الناس الفقراء، فهمتوا؟ بحالاش يعني شي كيساعد شي، شي كيسند شي، وهذا هو اللي قال الاسلام ديالنا. المهم ما عليناش، حنا ما ندخلوش في هذا الباب. هنايا فاش كما قلت لكم هاد الاسواق هادو فودسل بنك سميتهم بالفلاميه او الهولنديه، فودس البنك ماشي البنك العالميه ديال لا، فودس البنك كاينه في المدينه، ولكن كل ماكازا شنو كتسمي راسها. انا اللي كنعرف في بلجيكا واللي شت في بلجيكا ومشيت مع الوالده ديالي لهم، هي كاينه بعض الماكازا، شوفوا البنات كاينين في تيلت، كاينين في دانترهم، البنات اللي كاينين في وست فلاندرن، كاينه في تيلت، في دانترهم، في هارلبيك، في اويهم، ويهم ويهم على ما اظن ماشي اويهم، وكاينين في بلاتي نتذكر واحد المدينه اخرى كاينين فيها، وكاينين في انتويربن، وكاينين في هانت ياك، وكاينين بزاف. لك هادو اللي عرفت انا اللي مشيت لهم مع الوالدي. كاينه وحده كاينه واحد المغازا فيها، هي السيده كبيره دابا تكون ماتت الله يرحمها، نصرانيه، كانت الرحمه راه كتجوز على كل الناس بعدا كاين. كتهز كتجيها كتقول لك الا عندك ملابس قديمه او عندك مواعن قدام جيبيهم. هاد المغازه ديالها هي متخصصه في الملابس وفي المواعن، ودايره واحد القنت عندها فيه فودسل، يعني الماكله، الطحين، السكر، الزيت، وهذا كتجيبي انت هذاك الملابس القديمه، ماشي اوبليجي، يعني ماشي فرض، ماشي غير، هي كتقول لك انت حتى انت ساعدي بشي حاجه الا عندك، عود ما ترميها او تخليها مركونه عندك في البيت، جيبيها حطيها، يجي شي واحد بغى شي مونطو في البرد يهزو، بغى شي صباط، بغى شي طبيصيل، شي غراف، شي هكا، كتجيبي انت هذاك الشيء اللي عندك تحطيه، ما عندكش كتجي ياك، وكتمشي كتهزي تختاري المواعن الا بغيتي حتى انتيا، الحوايج، وتختاري الاكل الا بغيتي، ولكن كله بثمن رمزي، يعني هذه ما دايراش لاكارت. كاينه وحده حتى هي ما فيهاش لاكارت، كتدخلي كتهزي، ولكن كتجي كتقولي مثلا عدد الافراد الاسره ديالك، هادشي في بلجيكا حنا خمسه حنا سته، هذا كتعطيك، يعني كاين المواد اللي غادي تعطيك اللي شتنا في بلجيكا، تهزي كرتونه مثلا ديال سباغيتي فيها 25 رابعة 250 غرام 25 خطرة ديال السباغيتي مثلا، تقول لك عندك الحق في كرتونة واحدة، ما عندكش حق تدي جوج كراطن ياك. السكر مثلا عندك الحق على حسب السلعة اللي عندها، السكر تدي جوج كيلو 4 كيلو وهكذا، ولكن غير بثمن رمزي. هادشي في بلجيكا. هولندا ما عمري مشيت لهم، والدول الاخرى ما عرفت لهم. فرنسا صاحبتي هي غتشرح لكم، وغتشرح لكم الاوراق، غتشرح لكم الناس اللي كتدخلوا بلا اوراق، والمهم غتشرح لكم كل شيء. ولكن هادو هما يعني بحالاش هما كيتمشاو هاد الاسواق هادو. داكشي علاش الناس ما كتبغيش، ما كي اللي كيعرفهم القليل اللي كيوريهم لك، يعني القليل. وعلاش؟ لانه الصراحه باش نكونوا عاوتاني واقعيه، راه كاين وراه كلشي الناس كتدخلهم، ماشي غير المغاربه، راه يعني الترك، الهنود، كلشي الجن، وحتى البلاجكا كيتقداو فيهم. غير نقول لكم واحد الحاجه، حنا علاش العرب ما كيبغوش يوروا بزاف؟ علاش؟ لانه العرب فاش مرات كتشوفي كيديروا اشياء، ماشي كلشي، ولكن البعض كيخسر على الكتاريه. ملي كيدخل لواحد البلاصه كيرونها، فهمتوني؟ كيولي يرونها. مثلا انا غادي نمشي لهذيك المغازه وبغيت 20 كيلو ديال الطحين، كافيتني 20 كيلو، صافي نجيب 20 كيلو ديال الطحين او 5 كيلو ديال الطحين في هذا الاسبوع، 5 كيلو في الاسبوع الجاي، او 5 كيلو للشهر اللي تكفيني. يعني ماشي يمشوا، كاين اللي كيمشي يهز داك الشيء كامل. علاش هذا الشيء؟ علاش هما العرب ما كيبغوش يوروا لبعضياتهم؟ المهم غادي نخليكم دابا مع كيفاش كتمشوا لجوجل بنات نيدرلاندز، تال، كتمشي لجوجل يسخريفت فودس البنك مثلا، وسخريفت المدينه اللي بغيتي، هارلبيك، امستردام،
المدينه ديالك وكتشوفي واش كاينه فيها ولا لا، كديري المدينه اللي قريبه منك وتبقاي هكا هكا هكا، وهو غيعطيك المدن والسوسيال رينكلز غديرها بحال هكا، وغادي تعطيك هما اللي فين كاينين هاد سميتو. وكاينين شي هذا مجازات كما راه غتقول لكم صاحبتي اللي كيديروا يبيعوا بالرخص داكشي اللي واحد المجازه بغات ديروا السولد، يعني دارتو سولد واحد المده وبقى ليها عندها واحد الكونتيتي في 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 المخزون في في المخزن ديالها، المخزن في هذاك البلاصه كيخزنوا فيها بلاصه التخزين، كيبقى لها واحد الكونتيتي كبيره وهي عندها سلعه غتستافد منها اكثر من هذاك الشيء ديال سميتو. كتشد هذاك اللي دايره ديسكونت كتشدو وكتعطيه المجازة اخرى بواحد الثمن رمزي جدا جدا، هذيك المجازة كتبيعو كدي فيه واحد شويه ولكن باقل 50% من الثمن ديالو او 60% من الثمن ديالو، يعني قلبوا عليهم بقاو قلبوا قلبوا قلبوا. والمهم راكم غادي تلقاو. انا هاد الشيء اللي عرفت بغيت نعاونكم بها البنات، يعني ما تقلقوش مني الا ما عطيتكم معلومات اكثر من هكا. البنات ديال ايطاليا وديال اسبانيا قلبوا ترجموا الكلمه، ترجموها ديروا انت الكلمات اللي ربما كترجمي هذه الكلمه غتعطيك شي حاجه اخرى لانه ماشي فهمتوني. ديري انت قلبي وسولي ودخلي وسولي الاسبان سولي الايطاليان بحالاش الطليانيين بحالاش، يعني سولي اهل الدوله يقلبوا معاك، لانه كما قلت بعض العرب ما كيساعدوش العرب. حبيباتي الغاليات سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، انا بغيت نعاونكم كاملين وبغيت نحط لكم ديال الدول كامل وكهذا الشيء اللي قدرت عليه، هذا هو مجدي. وصدقوني على اني هذا الفيديو لو كان ما خفتوش يبقى عندي تبيريما يعني دوز الوقت ديالو، راني ما نحط لكم غير كامل والله العظيم ما نحط لكمش غير كامل. كتعرفوني راه ماشي على حساب باش نفرق هذا الفيديو على جوج، اقسم برب البيت ماشي على حساب باش نقسم هذا الفيديو على جوج، ولكن صديقتي عندها ظروف لانها خدمت خدامه وعندها هذا الطلبيات، عندها وليدات الله يحفظهم لها الزوج ديالها وهذا، يعني انتم عارفين اوروبا والنهار قصير وهذا، وتجي انا حشمت نبقى نقول لها عافاك اعطيني المعلومات ديال هذا المجازة اعطيني المعلومات ديال هذا المجازة. عائلتي اللي في بلجيكا طلبتهم المعلومات اللي عطاوني اللي قدو قالوا لي هاد المجازا كاين داكشي اللي قلت لكم داكشي اللي انا كنت عارفه كاين، ولكن الوالده ديالي مسكينه ما عارفاش سميات يعني الشوارع وداكشي، قالت لي راه منيتي كاينه في تيلت كاينه في، والوالده ديالي دابا كاينه في المغرب. الوالد ديالي حتى هو ما يعني كيعرف المجازا فين كاينه وصافي، كيعرف غير المدينه ما كيعرفش الشارع ما كيعرف، كيمور لك الناس اللي كتعرف كيقول لي مثلا سير هنا هنا، ولكن عرفتوا الناس اللي كيكونوا ما قارينش. هاد الشيء اللي عرف خواتاتي ما عرفتو هاد اللي هاد ليجان ما ماشي ما مهتمينش بزاف، يعني راه ماشي خديجه مهتمه بالاقتصاد، راه كلشي عائلتها مهتمه بالاقتصاد، يعني خواتاتي كيتقداو في لي ماغازين حداهم وصافي، يعني ما ماشي مهتمات بحالي بالاقتصاد بكل سميتو، يعني كتقولك انا ما مشيت لها ما يعني ما كنمشي ما مشيت لهاش. كاين الناس اللي ما كيعجبها الحاج تمشي، كاين الناس اللي ما كتبغيش تشوفها الناس في هذوك لي ماغازين، على حسب كل واحد وظروفه. حبيباتي الغاليات يعني انا هذا الشيء اللي عطيتكم هذا الفيديو هذا غادي يكون يسد هذاك الفيديو، يعني من بعده هادو هما المعلومات اللي نقدر نعطيكم. الى لقات لكم صاحبتي شي معلومات، كاينه شي اخت في فرنسا في بلجيكا في ايطاليا ولقات هاد المعلومات، تدخل عندي للجمايل ترسل لي الفيديوهات ديالهم او المعلومات تشرحها بالطليانيه او بالعربيه او بالاسبانيه، وانا مستعده نحطها في القناه ديالي باش يستفاد الكل. هذا الشيء اللي نقدر نعاونكم. دابا غنخليكم مع صاحبتي غتشرح لكم وغادي نعطيكم العناوين في فرنسا فين كاينين في ليون حداها، وانتم غادي تقلبوا على حسب الاسم ديال لي ماغازا تقلبوا لها في المدن ديالكم. في راني انا حاولت دخلت لجوجل وجبت شي عناوين من بعض المدن في فرنسا يمكن ايه وبلجيكا وهذا، غادي نحطهم لكم. وهانتوما مع الفيديو حبيباتي الغاليات. اهلا اختي ربيعه، كي دايره لاباس عليك؟ صبحتي لي هما يا كلشي لاباس كي داير الساعه؟ عافاك اختي ربيعه ملي يكون عندك جوج مينوت غير جوج مينوت ماشي اكثر الله يعطيك الستر كتبي لي هنايا سميت العنوان ديال هاد المجازة، ولا عرفتي شي مجازة رخيصه كتبي لي العنوان ديالهم والاسامي ديالهم مثلا واش كيدخلهم كلشي الناس ولا ما كيدخلهم، غير كتبيها باش انا نبقى نشوف ونترجمها بالعربيه.
واش كيدخلوها كلشي الناس وما عندها لاكارت ولا الناس الفقراء ولا هذا. الله يعطيك الستر، يعني حطيت الفيديو اليوم ديال هذيك اللي قلت لك البارح، والبنات بزاف طلع لهم الدم، قالوا انت حطيتي هنا وما عطيتيناش سميت الماء. وسمحي لي، عارفه ماشي وقته، وعارفه زعما كاين، عرفتها ماشي الوقت ديال هذا الشيء، ولكن انا درت الخطا حطيت الفيديو. السلام عليكم، لاباس عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. البنات هادو سي اون بوتيت ليست دي زيبيسري سوليدير، قلبوا على لي زيبيسري سوليدير اللي كاينين في المدينه ديالكم. هاد لي زيبيسري سوليدير اش كيطلبوا؟ ولمن محلولين الناس، هاد لي زيبيسري محلولين الناس اللي ما عندهمش امكانيات، ولا عندهم واحد المدخل قليل شويه، ولا عندهم المدخول. كاينين الناس اللي خدامين والله يكون في العون، عندهم الكريديات ولا عندهم ديون ولا عندهم، الله الله اللي طالع بهم، يعني كل واحد والظروف ديالو. ولكن يمكن لك تجي وتاخذي الماكله وتشري اشياء مثلا ديال الدار بواحد الثمن اللي هو بسيط 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 بسيط. طبعا لي دات سون كورت، les dates de certains aliments sont des dates courtes. من بعد هاد المنشور هذا غادي نحط لكم اشنو هما لي دي ال يو لي دي ال يو سي، واش اشنو اللي يمكن لكم تاكلوا، شحال ديال الوقت كيبقى لكم باش تاكلوا، مثلا دانون الحليب القهوه السكر. غادي نحط لكم واحد التابلو ان شاء الله، وباش تشوفوا بما هادشي راه عندكم الحق تاكلوهم وما يوقع لكم حتى حاجه. غا هما سي كوا لي ماغازان نو بلو دووا دلي فوندغ، اي ماش ما يخلصوش واحد لا تاكس، ما كي ليتا كتحيد لهم واحد لا تاكس الا عطاو، الا عاد فاش يلوحوا هذاك هذاك الماكله كيعطيوها لهاد لي زيبيسري سوليدير. لي زيبيسري سوليدير كيشريو هادوك الاشياء بواحد الثمن بسيط، وكيقلبوهم للبيع بنفس الثمن، ثمن بسيط، فهمتوا؟ دونك هاد لي زيبيسري سوليدير اش كيطلبوا؟ اكثريه 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 جيبوا معاكم من كارد ايدنتيتي، فوتر كارد ايدنتيتي طبعا ان كور، فوتر دانيير افي دامبوزيسيون، اي فوتر داني ريلوفي دالوكاسيون فاميليال. بالنسبه للناس اللي عندهم لا كاف، الناس اللي ما عندهمش لا كاف ماشي مشكل، لا كاف سي لا كاس دالوكاسيون فاميليال بالنسبه للناس اللي كاينين هنا اللي عايشين هنا في فرنسا. علاش باغي يعرفوا لا بي ال ولا لا بي ال اللي عندكم، لو شحال كتشدوا على ولادكم فقط، هادشي من جهه. من بعد كتزيدوا على هاد ثلاثه الاوراق هادو، كتزيدوا الفاكتورات اللي عندكم، شحال كتخسر مثلا في الضو، في التليفون، في السي اف لي زاسورونس دو فواتور، الكريديات اللي عندكم، جيبوا هادوك لي بروف من الاحسن باش هما يطلعوا لكم الدوسي. فهمتوا كيفاش كتجيو؟ كتجيو كتقيدوا بهاد الاوراق هادو، وكتخلصوا واحد لا كارت لي 15 يورو العام. هذاك لا كارت كيتسمى واحد كيتسمى الباس، هذاك الباس كيخليكم تدخلوا في هذاك ليبيسري. الا ما كانش عندك الباس تي بو با رونتري، الا كيخليكم تدخلوا في ليبيسري وتشرو اللي بغيتو بواحد الثمن اللي هو بسيط. مثلا الحليب كيدير 70 سنتيم للإترو، غادي تشرو ب 30 سنت للإترو. كنعطيكم واحد المثال، فهمتوا؟ كل حاجه اللي كتكون كتغتشروها بواحد الثمن بسيط بسيط بسيط. كاين شي حوايج غادي يخليكم تهزهم قد ما بغيتو، كاين شي حوايج اساسيين بحال مثلا السكر الملح، الا ما كانش عندهم بزاف كيقولوا لكم هزوا واحد لا كونتيتي ان سارتين كونتيتي بار فامي. فهمتوا؟ هذا ما كان حبيباتي، نتمنى لكم امسيه طيبه، الله يوفق، وقلبوا قلبوا قلبوا على لي زيبيسري سوليدير. هادو بالنسبه لي زيبيسري سوليدير الناس اللي عندهم واحد المدخل قليل. الناس اللي حارقين كندوي على هاد لي الناس اللي ما عندهمش الاوراق، كاين الحل، كاين الحل. مثلا في هاد ليبيسري السوليدير هادي الاخرى سميتها ايبيسري سوليدير اسا، المهم لي زيبيسري اللي الامه هي اللي
هما اللي فوالا كوم لا دارنيير سي اون ابيسري سوليدار كي ايتي كريي بار دي جون دو لا اوما كي ايتي سي ان كونسورسيوم دو بيرسون دو كونفيسيون مسلمان كي لون كريي مي مفتوحه لاي واحد اللي بغى يدخل ليها يدخل ليها يعني كيتباع فيها اللحم حلال واللحم ماشي حلال مثلا كتلقاو فيه طبعا تا هي اللحم الدجاج المهم وحتى من اللي هو بسيط الناس اللي ما عندهمش الوراق كاين الحل ما يبقاوش ما يقولوش حنا نساونا حنا لا يجيو ومرحبا وان شاء الله ما يكون غير الخير غا هي اشنو كي اشنو كنطلبوا في هاد في هاد الناس هادو غا ان دوكيومون بما راه دخلوا هنايا لفرنسا واخا يكون حتى ان كود بواسون سور لو باسبور مثلا تاريخ باش دخلوا هنا لفرنسا حنا ما عندنا حتى علاقه بلا بريفيكتور حتى علاقه بلا بريفيكتور والو وكنحلف قسما بالله ما عندنا حتى علاقه بلا بريفيكتور مي كنبغيو نعرفوا شكون سميت السميه الكنيه ديال هذاك الشخص اللي غنديروا ليه لاكارت ويجي هذاك الشخص مثلا رحمه مولانا كبيره وكنطلبوا الله يسهل على كل واحد مثلا هاد الناس هادو اللي ما خدامينش وما عندهم ولا ما عندهمش المدخول ما عندهمش ني لا كاز لا كاس من داني غير دي تو ما عندهمش ني لو اي اس ني لا اس اس ما عندهم حتى مدخول وحارقين مرحبا بهم يجوا هذاك لا كارت ما غاديش يخلصوها يجوا وان شاء الله يكون خير الناس اللي عندهم واحد المدخول شويه طالع والحمد لله وباغين يقتصدوا باغين يقتصدوا اهم شيء باغين يقتصدوا كاينين دي ماجازان كيقولوا لهم لي ماجازان ديسكونت نكتبها لكم هنا لتحت مرحبا والف مرحبا مال سي باغي لي دات سون كورت مي يا بوكو 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 افير مثلا انت هما كيشيو غير نقول لكم ني كيشيو كيشيو من لا بانك اليمونتير La banque alimentaire, les sociétés, les gens qui ont la banque alimentaire, ils ont une palette, deux palettes, tonnes, juste tonnes de fromage Zeida, ils ont une palette de Dariba. Mais je ne sais pas si Dariba qui fait la banque alimentaire. La banque alimentaire, c'est un organisme français. كتشد هذاك الحوايج دون لي شامبو فخوا دون لي فريغو وكتخلي الناس لي زيبيس لي زيبيسري وبيان لي ديسكونتور يجي يشرو عليهم فهمتوا يجي يشرو عليهم بواحد الثمن اللي هو بسيط وهما كيقلبوهم البيع الا كانوا ايبيسري سوليدير بحال هذوك اللي ذكرت لكم من قبل كيتبيعهم بواحد الثمن قليل الا كان هو ديسكونتور غادي يبيع عليك واحد الثمن شويه طالع شويه ولكن لا علاقة مع الحوانت لا علاقة مع ألدي ليدل نيتو كارفور أتاك اللي بغيتو فهمتو لا علاقة بالأثمنة ولكن المرا شاطرة كتعرف الأثمنة إلا مشات لهداك لي ماكازان ديسكونتور لي كان جو بارل بيان دي ماكازان ديسكونتور إلا مشات لي ماكازان ديسكونتور عارفة مثلا لا ليسي شحال كتسوى في ألدي ولا في ليدل ياكم كتعرف الثمن ديال لا ليسيف دونك الا بانت ليها لا ليسيف 1.50 لو لتر عند واحد ديسكونتور اللهم اختي مشي نشريها هذاك اون بروموسيون في كارفور ولا ليدر ولا الدي الا كان كيبيع بواحد الثمن اقل من 1 يورو لا سافولكو فهمتوا اللي جبت نقول لكم دار لي ماغازان ديسكون مادام هما اللي كيحطوا الاثمنه اللي بغاو بحال الثمن بسيط ولكن كاين شي حوايج باغيين حتى هما يربحوا فيهم كيقول لك الناس داخلين غيتقداو غادي يتحاب لهم ولكن المراه شاطره عارفه الاثمنه في راسها فهمتوني البنات غنحط لكم ليست دو ماغازان ديسكونتور ما تنساوناش بالدعاء ان شاء الله والله يوفق الجميع وما تنساوش التحديات هادشي كله ولاش باش ما نبقاوش نبدرو باش ما نبقاوش نبدرو ما نبقاوش اون اريت لو غاسفياج اون اريت لو غاسفياج راه غنتحاسبوا عليه غدا يوم القيامه غنتحاسبوا على هاد الغاسفياج عرفتي الطرف تاع الخبز الا خليتيه ولحتيه وخليتي تكرمو ما عاودتيش غنتحاسبوا عليه غنعودو نهزو بشفر عينينا
الخبز، الخبز الا لحتيه هكاك غتهزي بشفار عينك يا عباد الله. بارك علينا من تبدير. وكنقول هاد الهضره هادي كنقول على نفسي انا الاولى، ما كنهممش، كنقول على نفسي انا الاولى. مرحبا بكم في اي مجازة من هادو، مرحبا بكم والف مرحبا. ولما ما كانوش هاد المجازة هادو في المدينه ديالكم، علاش لا؟ علاش لا؟ شاطره، وفري وفري اختي، وفري وفري وديري حانوت، وفري وديري حانوت، راه فيه الرباح ما شاء الله. اللهم صل وسلم على النبي. فيه الخدمه بحال هاد الحوايج هادو، الناس راه هاد الازمه خصوصا هاد العام هذا 2020 دازت علينا واحد الازمه عالميه، دازت واحد الازمه عالميه باش عطاتنا الدرس، عطاتنا الدرس. الا هاد العام ما بغيتيش توفري، ما بغيتيش تو با ايكونوميزي 5 سنتيم، راه خاصك القرايس نيت بالملح بنيتي. حبيباتي الغاليات، المعلومات اللي قديت نجيب من صاحبتي هما هادو، وقالت لكم هي غتعطيكم واحد الطابلو فيه هذا، ولكن هي الان جد مشغوله. يعني كلكم كتقدوا تدخلوا جوجل تقلبوا شحال كي دانون الى فيه، لان كلي بغيت تقضي في هذيك المكازا قبل تعرفي مثلا الى لقيتي دانون فيه بقاو فيه غير يومين، وانت غتشري 16 او 32 علبه ديال الدانون الياورت، ملي تجيبيها للدار تخافي تخسري فيها، واخا هي غير باورو. يعني انت خاصك تعرفي، لان هذاك الياورت واخا يبقى شهرين حتى 3 شهور من بعد هذيك لا دات يبقى في الثلاجه في مكان بارد، ماشي الكونجيلاتور، الثلاجه بارده، راه ما كيطرى له والو البنات. ولكن دائما دخلي لجوجل وقلبي وشوفي، باش ملي تكون عندك معلومات خلفيه على التواريخ، باش ملي تمشي تقداي ما تجيبي شي حاجه وتقولي انا ضعت فيها او ترميها او تخسري فيها. كنتي شاكه او كنتي ما عندك، يعني ما مجربه هاد الاشياء، من الاحسن ما تجيبي بزاف ديال الياورت وفيه غير يومين، جيبي اللي غادي تصوبي به حلويات تصوبي. وحتى نعطيكم واحد المعلومه، الياورت مثلا جبتيه بغيتي العجينه، بغيتي تعجني به شي حاجه، واخا تحطيه في المجمد تخرجيه خليه شويه ينطلق وعجني به عجينتك، راه عادي. هذا الحلويات الكيكات وداك الشيء واخا ديريه في المجمد. نتمنى حبيباتي هاد المعلومات يكونوا فادوكم. البنات كما قلت لكم، اللي عندها شي معلومات تحطهم ليا وانا غادي نشاركها مع البنات، سواء كتابي غنحطها في المنتدى، ولكن على ما اظن المنتدى ما بقاش كيستحمل. شت البارح وقع عندي واحد المشكل في القناه، يعني نحط اكثر من ثلاثه الرسائل، او جوج رسائل في النهار في المنتدى. لهذا البنات اللي كيطلبوني، بزاف ديال البنات كيطلبوني باش نحط لهم القنوات ديالهم في المنتدى، ومع الرسائل اللي كنبغي نشارك والتقسيمات اللي كنبغي نشارك في المنتدى، يعني راني كنلقى مشكله وليت في المنتدى. ماني عارفه ليه البنات اللي عندها شي معلومه على المنتدى، قلبت في جوجل حتى عييت، قلبت في اليوتيوب حتى عييت، اللي عندها شحال عندنا الحق نحطه في المنتدى في النهار من الرساله. البنات اللي كيسولوا على المنتدى، المنتدى راه صفحه كاينه في اليوتيوب، يعني كتدخلي الصفحه ديال القناه وكتفوتي صفحه، الصفحه الرئيسيه، الصفحه اللي فيها الفيديوهات، الصفحه اللي فيها قائمه التشغيل، الصفحه وتلقي صفحه المنتدى. وني بكم، راني نحبكم كاملين، ما واش نطول عليكم هذا الفيديو، ولكن خاصني نعطي المعلومات، يعني هذا هو. وني بكم، راني نحبكم كاملين.